بسم الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. هناك عدة أحاديث لا يعرفها كثير من المسلمين والمسلمات، وهي أحاديث تدخل صاحبها إلى الجنة ولو لم يعمل العمل الكثير من صلاة وصيام وقيام وجهاد وحج أو عمرة. وهذه الأحاديث أحاديث الإنفاق والتصدق وإطعام الفقراء والمساكين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليه الصلاة والسلام يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وتصور يا عبد الله تنفس واحد الكربة من الكرب ديال أخيك المسلم أو أختك المسلمة أو جارك المسلم أو جارتك المسلمة أو جارك يهودي ذمي غير محاربي أو جارتك اليهودية أو نصراني أو نصرانية وهم ضعفاء. تصور يا عبد الله أنك تكرمهم وتطعمهم وتسقيهم وتنفق عليهم، خاصة للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، فهو من المقربين إليك، خاصة هذه الأيام المباركة. هذه العشر التي ستدخل علينا هي من أعظم الأيام إلى الله، بل أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بذلك بشيء. فأعظم شيء في هذا الحال الذي نحن فيه من أزمة اقتصادية مادية معنوية نفسية هو الإنفاق والتصدق وإطعام الفقراء والمساكين. كلي غادي يضحي بضروبة، كلي غادي يضحي بخروف دوكداش، كلي يضحي بناقة، كلي غادي يضحي تبارك الله بجمل، كلي ما يضحي بوالو. ألا تخشون ربكم؟ ألا تتقون الله؟ واعطوا وأنفقوا وتصدقوا خير لأنفسكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ما تيقولش فأصلي فأصوم، فأصدق وأكون من الصالحين، خاصة إن كان المسلم متسامع ما يقلبش الخوف فين يدمره وفين يرميه الحباسات وفين يطيحه في الزوبية وفي الحفرة. اتق الله، فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم والجواد الكريم وهو المنفق. وقال سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فأجارنا الله وإياكم من النار وأدخلنا الجنة مع المختار وأصحابته الأطهار والمؤمنين الأبرار، إنه عزيز غفار. وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخوكم عبد العالي، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.